مستمعين، النهاردة رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن تحديث ماي بلاي هوم بلس للكريسماس. فيديو النهاردة هيكون عن طريقة تنزيل تحديث ماي بلاي هوم بلس للكريسماس. وشكرا جدا لدعمكم، وشكرا على 4000 مشترك و560. فاي لاف يو سو ماتش، وشكرا جدا. وايه رايكم كمان طورت في مونتاجي، فاتمنى ان المونتاج ده يكون عجبكم. طبعا انا كان نفسي اعمل مونتاج احسن من كده، بس طبعا ما عنديش وقت كتير بصراحه، وساعات المقدمات بتتحذف وحاجات كده بتحصل معايا، مش يعني مشاكل كده اهو شويه في برامج المونتاج، يعني بيبقى فيه شويه حاجات بتبوظ. فطبعا انا لقيت كومنت مكتوب فيه جوجو خش على قناتي وهتلاقي طريقه مضمونه، والله العظيم يعني مش كذب، ليه تحديث ماي بلاي هوم بلس الكريسماس. فانا قلت لازم اعمل فيديو. طبعا بعد ما صورت الفيديو، الفيديو ده كنت مصوره امبارح، فاكتشفت ان المقدمه انا حذفتها بالغلط، يعني اول حته من المقدمه، لان كنت مصوره المقدمه في فيديو لوحده، معرفش ليه بس ماشي. فالمهم اكتشفت انها اتحذفت، فاضطريت ان انا اصور النهارده تاني بعد ما كنت خلاص خلصت مونتاج الفيديو. فهعدل الفيديو من الاول باذن الله، لانه كمان برنامج الكيم ماستر باز، واللي عنده نسخه جميله والنبي للكيم ماستر، لانه بيعلق جدا 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 معايا، يحط لي تحت في الكومنت. وكمان عندي صديقات جداد سمكات ورؤى ستارز باصحابي. ويلا نبدا فيديو النهارده. يلا بقى انا من المستقبل، شوفوا الماضي بقى، الفيديو اللي صورته امبارح. ودلوقتي طبعا يا جماعه هنخش على متجر بلاي زي ما انتم شايفين كده اهوت، وهكتب اسم اللعبه. قصدي قبل ما نخش على متجر بلاي بنعمل حاجه، نخش على الضبط او يعني الاعدادات وكده، وبندوس على التطبيقات. فين التطبيقات؟ فين التطبيقات؟ التطبيقات والاشعارات، التطبيقات. وهندور على لعبه ماي بلاي هوم بلس عشان نعمل المضمون، وباذن الله يبقى عندنا صوره تحديث الكريسماس. طبعا نسيت اقول لكم التحديث هو تحديث الكريسماس، يعني هيبقى عليه علامه الكريسماس، وان شاء الله جوه كمان يبقى في تحديث كريسماس. فباذن الله باذن الله. طبعا الطريقه مش عارفه هي مضمونه او لا، بس لو ضمن، لو طلعت مضمونه انا هحط طبعا للاسم اهيت ماي بلاي هوم بلس. هدوس فرض الايقاف، المفروض نعمل كده اهو. وبعد كده هنفوت على متجر بلاي، او نروح على متجر بلاي. تمام، دلوقتي جينا على متجر بلاي وهنكتب ماي بلاي هوم بلس، كنت مكتباها اهي ماي بلاي هوم بلس. وبعد ما تطلع لنا هندوس الغاء تثبيت. انا خايفه طبعا المطعم يتقفل لانه انا شريته. طيب انا كده لغيت تثبيتها وهثبتها من اول وجديد. فطبعا النت عندي سريع جدا، فاعتقد انها تتثبت فيما فيه، يعني هتتثبت في اسرع وقت. يعني مثلا هي حميت 4 8 16، شوفوا بتحمل بسرعه، 22 28 32. طيب مش هتحمل بسرعه قوي تقريبا، معرفش، بس تقريبا يا رب تحمل بسرعه، وده اللي انا نفسي فيه. يعني دلوقتي انا منتظره، وهي اصلا خلاص يعني ملهاش حق، يعني ما بقاش حاجه خالص وهي تحمل، فهي حملت بسرعه جدا اصلا زي ما انا قلت لكم. او ماي جاد هتقفل. طيب هو 93 دلوقتي في المية، وبقى كام دلوقتي؟ هنستنى كمان شويه. طبعا بقالها دقيقه بالظبط بتحمل، وبقت 97% بالظبط، بقالها دقيقه و14 ثانيه 15 ثانيه 16 ثانيه، مش خلاص يعني. طيب هي هتحمل اهي، اتحملت. طيب هي بيقول لي جار التثبيت، وتعالوا بقى نشوف بعد ما نقول لنا جار التثبيت هل هيحدث شيء او هتظل كما هي. يلا نخرج ثانيه، هي لسه تتحمل. طيب دلوقتي هندوس مثلا. دلوقتي يا جماعه انا هخرج واشوف هل في تغييرات، وللاسف ما فيش تغييرات، بس المفروض يكون عليها علامه زي كريسماس مره تانية. فانا هشوف الفيديو مره تانية وارجع لكم، هعيد الطريقه مره تانية ومعاكم هذه المره برضو. شوفوا دلوقتي اهيت، بنخش ونعمل الشاشه، لا مش الشاشه، معلش اسفه، هنخش على النظام حول الهاتف، هتدوس رقم الاصدار، رقم الاصدار. المهم بعد كده هنكتب خيارات المطور، لو هي مش عندكم اقول لكم تعملوا ايه، بس دلوقتي بس نكتب خيارات المطور بحث، وهي ديت، وهبقى اعمل فيديو خدعه جميله جدا برضو. طيب يلا خيارات المطور، هدوسوا ايه مثلا؟ سنه تصحيح، تصحيح اخطاء، اي بي اس، معرفش ايه. تمام بعد كده هندوس الحساب،
بعد كده هندوس على التطبيقات عشان نمسح ماي بلاي هوم بلس وننزل تحديث الكريسماس الجديد عشان يعني شكله تحديث حلو بصراحة، فانا عايزة انزله فهنعيد تاني الخطوات من الاول وجديد. فالوقتي فين 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 ماي بلاي هوم بلس فين 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 اهي في ماي بلاي هوم بلس، وهنعمل فرض الايقاف مرة تانية. وهو ده الاصدار الجديد. التخزين بفكر اعمل حاجة في التخزين، بفكر اعمل مسح بيانات، ممكن برضو يجيلنا يعني واحدة جديدة. هنخش على متجر بلاي وبعد كده نكتب ماي بلاي هوم بلس مرة تانية وهنعمل الغاء تثبيت للتطبيق حسنا، وبعد كده هستنوه يتحمل. ايوه طبعا هندوس بقى تثبيت مرة تانية للتطبيق عشان احنا يجيلنا التحديث الجديد. طبعا انت عارفين مفيش يعني مفيش حاجة، هي دي صورة اللعبة، هي ماي بلاي هوم بلس يعني مش حاطين لها صورة كريسماس، بس اعتقد ان التحديث ده بينزل عن قريب. المهم اهي اهي الصور مش متجددة خالص، بس انا مش عارفة تحديث الكريسماس ده ممكن يكون فيه الحيوانات بتاعت الحيوانات ديت اللي هي محل الحيوانات ومحل الالعاب ومحلات كلها. والحق انا عرفت المحل ده بتاع ايه، المحل ده بتاع محل الالعاب، يعني هو محل العاب. فطيب احنا هستنى اما تنزل اللعبة عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم، هي كده كده اصلا هتنزل يعني. فانا فيب جايز هي اتحملت 93% الان و 97% وخلاص هتنزل مرة تانية. واسفة اذا عطلتكم عشان عدت التجربة كذا مرة كذا مرة، فطبعا هي لو ما نجحتش معايا فللأسف يا رب تنجح على اجهزتكم. واللي عايز يتأكد بنفسه هسيب لكم رابط الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس اللي هو رابط الفيديو الحق التاني بقى اللي هو الطريقة. فالوقتي هي عمل يعني ده اهوت، انا مش متأكدة هل هو ده تحديث جديد او لا، ف يعني يا رب. تم شراء بنجاح مجمع المطعم، انا اصلا كنت شارياه سوري، فاعتقد انه عشان كده كان جاي لي، عشان كده جالي قصدي تم شراء مجمع المطعم. طيب تعالوا نشوف هل في تحديث. ومفيش تحديثات. تعالوا نشوف الخريطه كلها. الخريطه الحمد لله كلها مفتوحه، والمطعم يعني كنت فاكره انه ممكن لو حذفتها مثلا المطعم ما يتعملش مطعم يعني كده. هو مطعم الحمد لله بفضل الله بفضل الله الحمد لله يا رب الحمد لله لك. طيب للاسف ما نجحتش الطريقه فهعيدها يعني مره واثنين وثلاثه مع بعض، واتاكد من الخطوات بالظبط عشان انا ما اتاكدتش من الخطوات لانه كان ظاهر هنا علامه بابا نويل يعني لا لا دي. فطبعا هتاكد من الخطوات وارجع لكم. يب جايز نسيت خطوه فافتكرتها ورجعت اعملها، فيلا بينا. طيب جايز الخطوه كانت سهله كتير جدا، سهله يعني مليون مليون في الميه سهله اصلا. طيب بصوا الخطوه هي ايه. اول حاجه ان انتوا هتخشوا على الاعدادات، طبعا مش ده الاعدادات، فين الاعدادات فين فين الاعدادات، ايوه بالظبط. او قبل اي حاجه لازم تخشوا على التطبيقات، هتدوسوا على استنى عشان بس افتكر مش التطبيقات الافراديه كان ايه، انا نسيت استنى اكتب التطبيقات ممكن تطلع لي. يلا التطبيق سنعمل الموبايل كده عشان تشوف التطبيقات، التطبيق مش ممكن تشوف ضبط اعداد التطبيقات، التطبيقات افتراضية، التطبيقات تحديد التطبيقات كل دي فرضي، المعالجة تمكين لا، استعادة التلقائية لا، العرض لا، فرض لا، تحقق تهديد كفل استخدام تثبيت استخدام تطبيقات اذونات روابط الظهور امام التطبيقات الاخرى ضبط اعدادات درج التطبيقات. اعتقد ضبط اعدادات التطبيقات اذونات التطبيقات. طيب انا مش فاكرة. طيب لو الطريقة دي نجحت معاكم اشتركوا بالقناة ومع السلامة، لانه صراحة الطريقة مش ناجحة معايا بس انا بجرب وبرجع لكم تاني. استنوا الجزء التاني عشان الفيديو طويل قوي. مع السلامة.